يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن قراءة القرآن في الركوع والسجود محرمة، فهل ذكر بعض الأدعية المذكورة في القرآن في الركوع والسجود يدخل في ذلك، كقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ إذا كان القصد الدعاء بما يوافق الآية فلا مانع أن تأتي به في الركوع والسجود، أما إذا كان القصد التلاوة، تلاوة الآية الركوع والسجود، هذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.